حتى تتجنب الإصابة بفيروس كورونا، تنصح منظمة الصحة العالمية بغسل اليدين لمدة 20 ثانية بالماء والصابون أو استعمال مطهرات كحولية، وهيك نقتل الفيروس اللي على إيدينا. إذا كنت عم تعاني من حمى وسعال وضيقة بالتنفس، التمس المشورة الطبية فوراً. ممكن أن تكون مصاباً بعدوى الجهاز التنفسي أو حالة مرضية وخيمة أخرى. قبل أن تذهب إلى مقدم الرعاية اتصل به وأخبره إن كنت قد سافرت أو خلط من المسافرين مؤخراً. أولاً لازم دائماً نكون حريصين على الصحة التنفسية. لازم نكون حريصين إنه يكون في معنا منديل وين ما كنا، حتى نغطي الفم أثناء العطس أو السعال. نحاول دائماً نرمي هذا المنديل بسلة مهملات تكون مغلقة، ودائماً نغسل إيدينا بصابون أو حتى يكون في معنا معقم للأيدي. تجنب لمس عينيك وفمك وأنفك. ليش؟ عندما تلمس اليدين أي جسم خارجي قد يكون مصاب بالتلوث، فيمكن أن تنقل الفيروس عبر أجزاء الجسم المكشوفة مثل الأنف أو الفم أو العينين إلى داخل الجسم، وقد يصاب الشخص بالفيروس. في حال شعرت بوعكة صحية ولو حتى صداع خفيف بالرأس أو ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة أو حتى رشح، خليك ببيتك. لو أنت بحاجة لشوية أغراض وفي حدا يأمن لك إياهم من برا بيكون كتير ومنيح، ولو ما في البس كمامتك واطلع أقضي أغراضك ورجع عبيتك وخليك ببيتك لحتى تتعافى. احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس. لماذا؟ لأن هذا الشخص عندما يسعل أو يعطس تتناثر من أنفه أو فمه قطيرات سائلة صغيرة قد تحتوي هذه القطيرات على الفيروس. تابع آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا واتبع نصائح مقدمي الرعاية الصحية الصادرة عن سلطات الصحة العامة المحلية بشأن أساليب حماية نفسك والآخرين من الإصابة بعدوى كورونا. أهم من كل شيء ما تستخف بقدرة الفيروس على الانتشار. الفيروس بلش بشخص وصل ل 300,000، لهيك لازم تتبع كل أساليب الوقاية. تأكد كمان أنك تأخذ المعلومات من مصادر موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية أو المشفى القريب من منطقتك لحتى تحمي حالك وتحمي الناس اللي بتحبهم.